المزيد حول الوضع الفلسطيني ينضم الينا من غزه الدكتور رائد ابو داير رئيس الهيئه الدوليه للحقوق والتنميه. اهلا بكم دكتور الى استوديو الرافدين. ما تفسيرك للغارات الصهيونيه التي تمت اليوم على قطاع غزه؟ يعني اولا هذه الغارات الصهيونيه تاتي في اطار محاوله خلط الاوراق في المنطقه من جديد ومحاوله اثبات الذات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية، وأن دولة الاحتلال هي صاحبة القول وصاحبة القرار في المنطقة. وأيضا يأتي في ظل حالة يعني الوضع السياسي الضعيف الذي تعيشه دولة الاحتلال في ظل ملفات الفساد التي يعيشها نتنياهو. كذلك يأتي في إطار محاولة سعي الفصائل الفلسطينية تحقيق مصالحة، وهذا لم يرق ولا تريده دولة الاحتلال الإسرائيلي. هناك من يقول بأن القصف اليوم أتى لاستدراج حركة المقاومة للرد على الكيان الصهيوني من أجل وضع ورقة سلاح المقاومة ضمن النقاط التي تطرحها فتح في المصالحة، كيف تعلق على ذلك؟ صحيح، هذا يعني هذا مهم جدا لنا وللمستمع الكريم، يعلم جيدا أن المصالحة الفلسطينية هي إذا استهدفت سيكون أول مستهدف منها هو الاحتلال الإسرائيلي، لأن المصالحة الفلسطينية تتحدث عن توحيد السلاح، تتحدث عن توحيد الخيار في الحرب والسلم، وكذلك تتحدث عن ما يسمى بعدم بوصف الذي يقوم بالتنسيق الأمني بالخائن، وهذا بالتالي يهدد جزء من ركن النظرية الأمنية الإسرائيلية. هل برأيك دكتور رائد إسرائيل أو الكيان الصهيوني سيترك المصالحة تتم بشكل بسيط أم أنها ستقف أمام تهيئة جو المصالحة بشكل كامل أو إتمام المصالحة؟ أستاذ الكريم، المصالحة في وضعها الحالي لا ترق للاحتلال الإسرائيلي، فما بالك إذا تحققت. الاحتلال الإسرائيلي يخشى جيدا على نفسه حالة تحققت المصالحة وتوحدت الفصائل الفلسطينية وتقدمت الخطوة، وذهبنا نحن كفلسطينيين نحو الخطوة الثانية وهي فصل التحرير وإحياء برنامج المقاومة والثوابت الفلسطينية، وكذلك القيام بالانتخابات الفلسطينية التشريعية والرئاسية وانتخابات المجلس الوطني، وبالتالي تنفرز هنالك قيادة جديدة قادرة على حماية المشروع الوطني. وبالتالي يعتبر الاحتلال الإسرائيلي أن ما يتم الآن هو محاولة من الفصائل لاستدراجه، وهذا لا يريده في ظل هذا الواقع، ويعتبر أن إبقاء غزة منعزلة عن الضفة والضفة منعزلة عن غزة وغزة والضفة منعزلة عن القدس وعن الأراضي الفلسطينية التاريخية في عام 1948 هو أفضل حال. لذلك الاحتلال يسعى جاهدا الآن خلق الأوراق من جديد وعرقلة تحقيق أي اتفاق في أي مرحلة سياسية فلسطينية من شأنها توحد الثوابت الفلسطينية وتوحد مفهوم ممارسة العمل السياسي والنضالي في المشهد الفلسطيني. نعم الدكتور رائد أبو داير رئيس الهيئة الدولية للحقوق والتنمية، كنت معنا عبر الهاتف، شكرا جزيلا لك.